Europa. إنها الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت، تتابعونا من الميدان من المستقبل. وفي العناوين: يوم غضب شعبي في الأراضي الفلسطينية، وتحذيرات عربية ودولية من خطورة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. أنا بكل هالقصة ما همني سعد الحريري، بكل هالقصة همني لبنان ومصلحة اللبنانيين. الحريري يؤكد أنه سيتابع شخصيا تنفيذ النائب النفس الذي تحقق فعلا لا قولا فقط. ارتياح رسمي محلي وخارجي لبيان الحكومة ولعودة الحريري على الاستقالة. وفي النشرة تتابعون في الاقتصاد: التعديلات الضريبية في أمريكا مسعى قديم لجماعات الأعمال. وفي الرياضة: الفيفا يعلن رفع الإيقاف عن الكويت. أهلا بكم. قبل ساعات من الخطاب المرتقب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي سيعلن فيه نيته نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، شهدت الأراضي الفلسطينية يوم غضب شعبي اعتدت خلالها قوات الاحتلال على المتظاهرين. هبة شعبية واسعة النطاق شهدتها الأراضي الفلسطينية رفضا لنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل. الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة لبوا دعوة الفصائل الفلسطينية لاعتبار أيام الأربعاء والخميس والجمعة أيام غضب شامل مع التظاهر في مراكز المدن والاعتصام أمام السفارات والقنصليات الإسرائيلية في العالم أجمع. غير أن قوات الاحتلال اعتدت على المتظاهرين في أكثر من موقع، فواجهت تحركاتهم السلمية والمحقة بإطلاق الرصاص المطاطي والحي والقنابل الصوتية. وكانت قوات الاحتلال قد دعت مختلف وحداتها العسكرية إلى التأهب لنقلها بأي لحظة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة من أجل قمع تظاهرات الغضب، ولكنها استبعدت اندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة. هذا القرار خطير، كونه اعتداء على الحق الفلسطيني والعربي والإسلامي في القدس، وهو تمهيد لقيام دولة يهودية عنصرية متطرفة وإعطاء شرعية للعدوان والتهويد. المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو رودينة جدد موقف السلطة الثابت والراسخ بأن لا دولة فلسطينية من دون القدس الشرقية عاصمة لها وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. أما رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي ألقى خطابا دام 21 دقيقة أمام مؤتمر تنظمه صحيفة جيروزالم بوست، فتجنب التعليق على القرار الأمريكي الذي أثار استياء فلسطينيا وعربيا ودوليا عارما. غير أن وزير الأمن العام في حكومته جلعاد إردان فقال أن اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لبلاده أمر مهم بالنسبة لإسرائيل، وهو انعكاس لما يحدث على أرض الواقع ولن يغير قواعد اللعبة على حد زعمه. إلى ذلك، توالت ردود الفعل العربية والدولية المنددة بالإجراء الأمريكي المرتقب وسط تحذيرات من احتمال تصعيد حدة التوتر في المنطقة. أجمعت غالبية الدول العربية والدولية على التحذير من خطورة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس. وهذا الإجراء الذي يمس بمكانة القدس ووضعها القانوني والتاريخي دفع الجامعة العربية إلى تحديد يوم السبت المقبل موعدا لعقد اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية لبحث التحركات العربية الواجبة. العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وقبيل توجهه إلى تركيا أكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن موضوع القدس يجب تسويته ضمن إطار حل شامل، داعيا إلى دعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس والسلطة لتمكينهم من إقامة دولة فلسطينية مستقلة استنادا إلى حل الدولتين. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا من جهته إلى قمة لقادة دول منظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول يوم الأربعاء المقبل، في وقت أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم أن الاعتراف بالقدس
القدس كعاصمة لإسرائيل يمكن أن يثير صراعات دينية جديدة في المنطقة. من جهته رأى نائب الرئيس العراقي إياد علاوي أنه كان الأجدر بالولايات المتحدة العمل على تعزيز فرص لإحلال السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط بعيدا من هذه الخطوة التي قد تعرقل مسيرة السلام. وفيما دان النظام السوري قرار ترامب، هاجم المرشد الأعلى علي خامنئي الولايات المتحدة معتبرا أن نقل سفارتها إلى القدس علامة على عجزها وفشلها. البابا فرانسيس الذي أبدى قلقه من التطورات الراهنة في القدس وجه نداء من القلب كي يلتزم الجميع باحترام الوضع القائم في هذه المدينة المقدسة وتغليب الحكمة والحذر لتفادي أي توتر جديد. هذا وأعرب الكرملين عن قلق إزاء احتمال تأجيج الخلاف بين الإسرائيليين والفلسطينيين في وقت دعت الصين كل الأطراف إلى تفادي تقويض أسس تسوية القضية الفلسطينية وتجنب أي مواجهة جديدة في المنطقة. وفيما دعا وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الولايات المتحدة إلى التقدم بمقترح لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط لأن هذا الأمر أولوية، أكد المتحدث باسم الخارجية الكندية آدم أوستن أن حكومته لن تنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس لأنها لا تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل. تعتبر السيادة على مدينة القدس من أصعب الملفات التي لطالما حاول المفاوضون الالتفاف عليها وتأجيلها إلى ما يسمى بالحل النهائي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. بقيت قضية القدس من القضايا المستعصية على الحل حتى في اتفاقية أوسلو في العام 1993 والتي نصت على أن وضع المدينة سيتم التفاوض بشأنه في مراحل لاحقة. وبالرغم من مرور 37 عاما على قرار الاحتلال ضم الجزء الشرقي من مدينة القدس إليه في العام 1980 إلا أن الأمم المتحدة تعترف بالقدس الشرقية كأرض محتلة وتخضع لبنود معاهدة جنيف الرابعة. في العام 1982 وقعت الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل وثيقة سميت اتفاق إيجار وشراء الأراضي، حصلت الحكومة الأمريكية بموجبها على قطعة أرض من أملاك الوقف الإسلامي والأملاك الفلسطينية الخاصة في القدس الغربية المحتلة في العام 1948 لبناء السفارة الأمريكية عليها. واعتبر التوقيع على هذه الوثيقة اعترافا ضمنيا أمريكيا بسيادة إسرائيل على القدس، بالرغم من أن القانون الدولي يحرم الحصول على أراض من سلطة الاحتلال من طريق الاستئجار أو الشراء. في العام 1990 اتخذ الكونغرس الأمريكي قرارا حمل الرقم 106 نص على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وصدر قانون نقل السفارة في العام 1995، وشرع القانون كافة المزاعم والأطماع اليهودية في القدس الغربية، وتنكر في الوقت نفسه لتاريخ وواقع القدس والسيادة العربية عليها. وتضمن القانون ثلاثة بنود: أولا أن تبقى القدس موحدة بشطريها، والثاني يعترف بالقدس الموحدة عاصمة لإسرائيل، والثالثة يلزم الإدارة الأمريكية بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. وأعطى القانون الرئيس الأمريكي سلطة تأجيل تنفيذه لمدة 6 أشهر، وهو ما دأب عليه الرؤساء الأمريكيون المتعاقبون منذ العام 1998. ولم يفعل أي من الرؤساء بيل كلينتون وجورج بوش الابن وباراك أوباما ذلك القانون في فترات حكمهم لخطورة تبعاته وخوفا من اشتعال انتفاضة جديدة ونسف عملية السلام المستعصية أصلا. We will move the American embassy to the eternal capital of the Jewish people, Jerusalem. ومع إعلان الرئيس ترامب في خطابه عن نيته توقيع هذا القانون، سيكون أول رئيس أمريكي يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وبالتالي يفتح الأمور أمام احتمالات عدة. محليا، اعتبر رئيس الجمهورية ميشيل عون أن البيان الذي صدر عن مجلس الوزراء بالأمس لا يشكل ربحا لفريق أو خسارة لآخر، لأن الرابح هو لبنان الذي استطاع المحافظة على استقراره. وأضاف عون خلال لقائه المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني أن صفحة الأزمة الأخيرة قد طويت، وأن العمل الحكومي سوف ينتظم من جديد لاستكمال ما كانت الحكومة قد بدأته في الأشهر الماضية بما في ذلك الانتخابات النيابية. وطمأن عون إلى إمكانية التوصل إلى قواسم مشتركة تعزز الاستقرار وتحصن الوحدة بين اللبنانيين بالحوار حول مختلف القضايا. من جهته أكد لازاريني أن الاستقرار السياسي والأمني الذي تحقق في الآونة الأخيرة هو موضع دعم من جميع الأعضاء في مجلس الأمن. وفي عين التين، أبدى رئيس المجلس النيابي نبيه بري ارتياحه لما تم الاتفاق عليه في مجلس الوزراء بالأمس، وحذر من جهة أخرى من أننا أمام وعد بالفور جديد.
ما صدر عن مجلس الوزراء لجهة الإجماع على البيان انعكس ارتياحا لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي اعتبر خلال لقاء الأربعاء أنه يشكل خطوة إيجابية لإعادة النظام وتفعيل عمل الحكومة من أجل استكمال معالجة القضايا والملفات الحيوية في البلاد. إضافة إلى هذا النوع من التضامن الرسمي والذي عبرت عنه أيضا كافة المكونات الشعبية بأن تضع مصالح لبنان واللبنانيين والوحدة الوطنية الداخلية التي لا يتقدم عليها أي عنوان آخر في هذا الاتجاه، بينت مدى الحاجة والضرورة إلى الموقف الوطني الواحد الموحد في أي ظرف من الظروف ولمواجهة أي أزمة من الأزمات. وخلال لقاء الأربعاء كان حديث حول الانتخابات النيابية. ربما تسمعون عبر بعض تسريبات أن هناك كلام عن تقصير وتقديم المهلة. لا شك كان هناك كلام يدور في هذا السياق، ولكن تم التوافق على إجراء الانتخابات المقررة في 6 أيار في مواعيدها. الرئيس بري الذي دعا إلى الإسراع بإنجاز كل ما يتعلق بملف النفط للانتقال إلى مرحلة التلزيمات والاستثمار، جدد التأكيد على أهمية المبادرة في العمل على هذا المسار، منبها إلى ما يقوم به العدو الإسرائيلي من إنجاز خط بحري لنقل الغاز إلى العمق الأوروبي. على كل حال هناك جلسة الأسبوع القادم في 12-12 الساعة 10:30 نهار 3 لاستكمال جدول الأعمال ضمن نفس الموضوعات النفطية الواردة فيه. مجلس النواب ما حدا بيضع عليه قايد في هذا الإطار، وكل العالم بتعرف أنه رئاسة المجلس النيابي شكلت دائما وأبدا رافعة للحكومات. نحن ما جايين لا نصادر صلاحيات الحكومة ولا بنقبل أيضا لحدا يصادر صلاحيات المجلس النيابي. هناك تعاون وفصل في السلطات. وفي الحديث عن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، قال بري إننا أمام وعد بلفور جديد يمهد لصفقة العصر على حساب القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني. من جهته أعرب رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عن ارتياحه لما تم التوصل إليه في مجلس الوزراء، مؤكدا أن ما صدر كان قرارا حكوميا بالتزام كل المكونات السياسية بالنائب النفس عن الشؤون الداخلية للبلدان العربية وعن الصراعات والحروب في المنطقة، معلنا أنه سيتابع شخصيا تنفيذ القرار. لا خوف في موضوع القطاع المصرفي اللبناني، لأن لبنان من الدول القليلة التي تطبق القانون الأمريكي على مصارفها، وهناك تعاون كبير جدا بين وزارة الخزانة الأمريكية والمصرف المركزي اللبناني، وكل القوانين التي فرضت من قبل الكونغرس نطبقها في لبنان. الكلام لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ردا على سؤال حول تصريح وزير الخارجية السعودية عادل الجبير حول موضوع المصارف اللبنانية، وذلك خلال استقباله في بيت الوسط حشدا من الهيئات والفعاليات الاقتصادية ورجال الأعمال في طرابلس والشمال. الرئيس الحريري قال: الكل يعلم المراحل الصعبة التي مررنا بها خلال الأشهر الماضية، ولكن الهدف الأساسي كان تدوير الزوايا والتركيز على الاستقرار في البلد، لأنه من دون الاستقرار وتوفير الأمن والأمان للمواطن لا ازدهار ولا اقتصاد. من شيء أسبوع 10 أيام أنا تريثت بالاستقالة، لأنه رئيس الجمهورية طلب مني، واليوم بعد ما صار في نائب النفس فعلا وليس قولا فقط، لأن النائب النفس سهل كلمة بتنقال، ولكن بدنا نشوف نتائجها على الأرض، وهذا موضوع أنا شخصيا هتابعه وبدي شوف نتائجه، وبدي شوف كيف هذا النائب النفس هيكون بالمستقبل، لأنه إذا ما حصل نائب النفس بنكون نحن عم نحط لبنان بدائرة الخطر، مش سعد الحريري. أنا بكل هالقصة ما همني سعد الحريري، بكل هالقصة همني لبنان ومصلحة اللبنانيين. الرئيس الشهيد كان يقول دائما القلب على الشمال، قال الرئيس الحريري، وأضاف: إننا في هذه الحكومة عقدنا اجتماعات كثيرة لكل المحافظات وركزنا على محافظة الشمال بشكل خاص. مثل ما قلت أنه يمكن مرق بمراحل كان في إهمال، نحن بهذه الحكومة عملنا اجتماعات كثيرة لكل المحافظات،
وركزنا على الشمال بشكل خاص. نحن بهالحكومة اشتغلنا على مشروع أساسي للبلد اللي هو الكابيتال انفستمنت بلان، اللي هو الاستثمار بكل البنى التحتية بلبنان، وهذا مشروع تكلفته تقريبا 16 مليار دولار، كله شغل، كله كهرباء، كله مي، كله طرقات، كله كل الخدمات اللي بحاجة لها لبنان، إن كان بطرابلس ولا بعكار ولا الضنية ولا بنبطية ولا بعلبك الهرمل ولا بالبقاع الأوسط ولا ببيروت ولا بالجبل بجبل لبنان، كل المشاريع محطوطة على الطاولة. وكان اللقاء قد استهل بكلمة لرجل الأعمال غسان الجسر. أهلا وسهلا بكم في بيت الوسط، بيت الرئيس سعد الدين رفيق الحريري، بيت الاعتدال، بيت الاستقرار والثقة، بيت الاقتصاد والإنماء، بيت جميع اللبنانيين، بيت المحبة. نعم بيت المحبة. دولة الرئيس كل عمرنا منحبك، بس ما كنا عارفين قديه منحبك. ثم تحدث رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي. وإجماع اللبنانيين كلهم على دولة الرئيس سعد الحريري ما اجى من الهوى، اجى من مسيرة فيها تضحيات، فيها استيعاب، فيها صدق، فيها وطنية، فيها عروبة، فيها التزام بالمجتمع الدولي. اللقاء تخلله حوار بين الرئيس الحريري والحاضرين تمحور حول مجمل الأوضاع العامة والمطالب الطرابلسية والشمالية. وخلال اجتماعهم الشهري في بكركي، شدد المطارنة الموارنة على ضرورة التقيد بقرار سياسة النائب النفس من أجل حماية الوحدة الوطنية والاستقرار. قرار مجلس الوزراء حول التزام الحكومة بمكوناتها بسياسة النائب النفس كان محط إشادة في اجتماع المطارنة الموارنة الشهري الذي عقد في بكركي برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الرعي. يثني الآباء على قرار مجلس الوزراء الذي اتخذه في جلسة الأمس برئاسة فخامة رئيس الجمهورية، وهو التزام الحكومة في كل مكوناتها بسياسة النائب النفس عن أي نزاعات أو صراعات أو حروب، وعن الشؤون الداخلية للدول العربية، حفاظا على علاقات لبنان مع أشقائه العرب. إن الآباء يناشدون الجميع التقيد بالقرار من أجل حماية الوحدة الوطنية والاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، كما يعربون عن شكرهم لفخامة رئيس الجمهورية ولكل المرجعيات الوطنية والدولية والإقليمية التي دخلت على خط الأزمة مباشرة، مؤكدة من جديد على حرصها وتعلقها بما يمثله لبنان على مستوى الأسرتين العربية والدولية. وأكد المطارنة ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر، وخصوصا بعد الاهتمام الذي أبداه عدد كبير من أبناء الجاليات اللبنانية المنتشرة في العالم بالإقدام على تسجيل أسمائهم. فلعل الانتخابات القادمة تسهم في تجديد الطبقة السياسية والإتيان بممثلين للشعب تحت القبة البرلمانية يعملون في خدمة الخير العام ويحققون أحلام اللبنانيين بمستقبل زاهر. وأعرب المطارنة عن تخوفهم من الركود الاقتصادي الحاصل في شتى القطاعات، مشددين على ضرورة الشروع برسم خطة اقتصادية وطنية شاملة وتضافر كل الجهود لمحاربة الفساد والهدر والتعدي على المال العام. وخلال الاجتماع وضع الراعي المجتمعين في أجواء زيارته للمملكة العربية السعودية، لافتا إلى حرص المملكة على خصوصية لبنان العيش المشترك ودعمها الدائم لكل ما يحصن هذه الخصوصية ويعززها. في المواقف الخارجية، رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعدول رئيس الحكومة سعد الحريري عن استقالته، وقال بيان صادر عن قصر الإليزي إن فرنسا ستتابع باهتمام احترام الأطراف اللبنانية كافة لتعهداتها، وأن الرئيس ماكرون أحيط علما بتأكيد مجلس الوزراء اللبناني على تبني سياسة النائب النفس عن النزاعات القائمة في المنطقة. وشدد البيان على التزام فرنسا بالوقوف إلى جانب اللبنانيين وبمواصلة العمل لتعزيز الاستقرار والأمن والسيادة في لبنان بالتنسيق مع السلطات المحلية وكل المجتمع الدولي،
مؤكدا أنه تحقيقا لهذا الهدف سيفتتح الرئيس ماكرون بعد غد الجمعة في باريس اجتماع مجموعة الدعم الدولية بحضور الرئيس الحريري. وفي المواقف أيضا، عبرت تركيا عن سعادتها لانتهاء حال عدم اليقين السياسي في لبنان بعدما استعاد الرئيس سعد الحريري قرار الاستقالة الذي أعلنه. وقالت الخارجية التركية في بيان: نحن نريد استقلال لبنان مبنيا على أساس التوافق الوطني، مؤكدة أن أنقرة ستواصل العمل جنبا إلى جنب مع الشعب اللبناني الذي تجمعها به علاقات تاريخية متجذرة. في النشرة بعد الفاصل، أحمد الحريري يقول عمل الحكومة سينطلق بزخم أكبر. أهلا بكم من جديد. في بيت الوسط، سلسلة لقاءات لرئيس الحكومة سعد الحريري ووفد حركة حماس يدعو إلى موقف عربي إسلامي موحد للدفاع عن قضية القدس وفلسطين. التقى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في بيت الوسط ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة ومسؤول العلاقات السياسية في الحركة زياد حسن، وتناول اللقاء الأوضاع في المنطقة والعلاقات اللبنانية الفلسطينية. بركة دعا إلى موقف عربي إسلامي موحد لمواجهة هذا الموقف الأمريكي وللدفاع عن قضية القدس وفلسطين باعتبارها قضية مركزية للأمة العربية والإسلامية. وأننا نعتبر أن لبنان المعافى والمستقر مصلحة فلسطينية وقوة للقضية الفلسطينية، كما سلمناه رسالة خطية من دولة الرئيس إسماعيل هنية حول القرار الأمريكي الذي سيعلن اليوم مساء حول القدس، وطالبنا رئيس الحكومة اللبنانية بأن يكون هناك موقف وتحرك من الحكومة اللبنانية لدعم قضية القدس وقضية فلسطين في المحافل الدولية، وللتنديد بالقرار الأمريكي الذي سيعتبر القدس الموحدة عاصمة للكيان الصهيوني. رئيس مجلس الوزراء التقى وفدا من حزب التشناك برئاسة الأمين العام للحزب أجوب بكر دونيان، الذي أشار إلى أن ملف الاستقالة قد أغلق وهناك انطلاقة جديدة، متمنيا أن تعرف كل الأطياف اللبنانية دقة الوضع، ونحن من طرفنا إيجابيون في هذا الموضوع. كما قال بكر دونيان، أشار إلى أنه تم التطرق خلال اللقاء إلى موضوع الانتخابات النيابية، مؤكدا على ضرورة إجراء هذه الانتخابات وهذا هو الاتجاه كما قال. وأضاف: تحدثنا عن التحالفات الانتخابية الممكنة في بيروت وزحل والمتن، وأيدينا ممدودة للجميع. وأشار: شعرنا أن لدى الرئيس الحريري اهتمام خاص بالنسبة لحزب التشناك. الرئيس الحريري استقبل السفير البريطاني في لبنان هيوغو شورتر وعرض معه آخر المستجدات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية. في صيدا، اعتبر الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري أن عمل الحكومة سينطلق بزخم أكبر. رأى الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري أن بيان العودة عن الاستقالة الذي تلاه الرئيس سعد الحريري هو بيان تحصين التسوية، وأن عمل الحكومة سينطلق مجددا ويعود بزخم وقوة أكبر. كلام الحريري جاء خلال لقاء شعبي أقيم في دارة المرحوم أبو العبد الحريري في حي البراد في صيدا. اليوم رئيس الحريري تلا يعني تحصين التسوية اللي صارت من سنة لليوم، فيكم تعتبروا انه عمل الحكومة يرجع بزخم اكتر وبقوة اكتر. الشيء اللي بدنا نحطه براسنا، ما فينا بلحظة نكون امام تسويات كبرى عم بتصير بالمنطقة انه نحن نظهر عن الطاولة. اذا ظهرنا عن الطاولة بقوم نظهر من المعادلة. كون على الطاولة وفاول وانت وشطارتك بتجيب المكتسبات. وأشار أحمد الحريري إلى وجود قناعة في البلد بأن لا أحد يمكنه أن يتخلى عن الآخر، لأن أي طرف سيجرب أن يحكم لوحده سيفرط البلد. الأزمة الأخيرة اللي صارت بموضوع استقالة الحكومة والعودة والتريث عن الاستقالة، وصولنا للعودة عن الاستقالة اليوم، فعليا مرقتنا برحلة عصيبة داخل البلد خلت المشواعي يوعى بأنه التدخل اللي عم يعمله خارج الأراضي اللبنانية عم بيأثر على استقرار البلد، وهذا التدخل اللي كان عم بيصير اليوم صار في هناك تعهد واضح بالحكومة انه عالميا وسياسيا وعسكريا في ظل لحظة سورية عم بتصير فيها
تسويات ليصير مسار سياسي انه نقدر نخلص منه. اشدد الامين العام على ان هناك امرين لا يمكن ان يمرا عبر تيار المستقبل، اولهما حرب اهليه جديده وهذا امر ممنوع، والثاني هو ان نتعامل مع اسرائيل لا سمح الله ضد اي طرف في الداخل. وفي دار الفتوى استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان سفير جمهورية مصر العربية في لبنان نزيه النجاري وعضو كتلة المستقبل النائب قادم الخير، الذي أكد أن التوافق الحكومي على قرار النائب النفس هو إنجاز وطني، لافتا إلى أن الأمور العالقة ستحل في الفترة القادمة، آمرا بالتزام جميع الأطراف بهذه التسوية. اعتبر عضو كتلة المستقبل النائب قادم الخير أن التوافق الحكومي على قرار النائب النفس هو إنجاز وطني. النائب الخير الذي زار دار الفتوى شكر جهود مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الكبيرة والتي أثمرت هذا الإنجاز الذي حظي على إجماع كل الأفرقاء السياسيين. مجهود كبير العمل من الرؤساء الثلاثة وبالإضافة إلى كمان المظلة اللي قام فيها صاحب السماحة وهذا الدار بكل حكمة و بكل الوعي لخطورة المرحلة، فحقيقة نحن بنعتبر هذا الإنجاز إنجاز وطني، والمرحلة القادمة إن شاء الله تتحلحل كل هالأمور العالقة على أمل الالتزام والتزام جميع الأطراف بهذه التسوية اللي حصلت. كما استقبل المفتي دريان سفير مصر في لبنان نزيه النجاري وجرى البحث في تعزيز العلاقة والتعاون بين دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية والأزهر الشريف في مصر، وأكد السفير المصري حرص مصر على استقرار لبنان والتوافق والتفاهم بين مختلف قواه السياسية بما يحقق مصلحة الجميع. استقبل رئيس كتلة المستقبل النيابية رئيس فؤاد السنيورة سفير اليمن في لبنان عبد الله عبد الكريم الدعيس، وتم استعراضه للتطورات الراهنة في لبنان والمنطقة. اقتحم مجهولون مبنى بلدية الدوسي في عكار بواسطة الكسر والخلع، وعمدوا إلى خلع الخزنة وسرقة نحو 30 مليون ليرة، كما عمدوا إلى تخريب بعض الأثاث وفروا إلى جهة مجهولة. وعلى الفور حضرت إلى المكان دورية لقوى الأمن الداخلي وفتحت تحقيقا في ملابسات الحادث. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. الحوثيون يعتدون على نساء صنعاء. أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان، وقد تابعتم فيها يوم غضب شعبي في الأراضي الفلسطينية وتحذيرات عربية ودولية من خطورة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. الحريري يؤكد أنه سيتابع شخصيا تنفيذ النائب النفس الذي تحقق فعلا لا قولا فقط. وارتياح رسمي محلي وخارجي لبيان الحكومة ولعودة الرئيس الحريري عن الاستقالة. اعتدت ميليشيات الحوثي الإيرانية على تظاهرة نسائية في صنعاء كانت تندد باغتيال الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي ذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه دفن بسرية تامة ليلة الثلاثاء وفقا لشروط الحوثيين. بالتزامن شن التحالف العربي سلسلة غارات على مواقع الحوثيين في صنعاء وفي شمال البلاد. كثف التحالف العربي ضرباته الجوية في اليمن وشنت مقاتلته عشرات الغارات الجوية على مواقع للحوثيين داخل صنعاء، حيث دوت أصوات انفجارات هائلة في وسطها وفي محافظات أخرى في الشمال. وسائل الإعلام التابعة للميليشيات الحوثية أشارت إلى أن الغارات استهدفت أيضا محافظات في الشمال شملت تعز وحجة وصعدة ومديرية ميدي، ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع خسائر بشرية. في المقابل وبعد ساعات قليلة من إعلان مجلس الأمن الدولي في جلسة مغلقة قلقه مما يجري في اليمن، واصل الحوثيون انتهاكاتهم بحق مناصري الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وبحسب مصادر محلية في صنعاء وخلال مسيرة نسائية مستنكرة قتل الرئيس السابق صالح وتطالب بتسليم جثمانه في ميدان السبعين، اعتدت عناصر ميليشيا الحوثي على المسيرة وفارقتها بالقوة وقامت باعتقال عدد من النساء. وأفادت الأنباء الواردة من اليمن إلى أن ميليشيات الحوثي الإيرانية قتلت العشرات من العسكريين ورجال الأمن والسياسيين المنتمين إلى حزب المؤتمر الشعبي العام. وأفادت مصادر في اليمن بأن عمليات القتل وقعت في العاصمة صنعاء وفي محافظات يمنية أخرى. إلى ذلك ذكرت وسائل إعلام يمنية أن الرئيس الراحل علي عبد الله صالح دفن في مقبرة الشهداء بالعاصمة صنعاء في حضور عدد قليل من أقاربه وأبناء قريته، وذلك بعدما سلمته ميليشيات الحوثي الجثة شرط عدم تحويل ما
مراسم وداعه إلى تشييع شعبي ورسمي. من جهته رفض نجل الرئيس الراحل صلاح صالح تقبل التعازي ودعا جميع المواطنين اليمنيين إلى الثأر من ميليشيات الحوثي والتحرك لاستعادة المواقع التي لا تزال تحت قبضتهم. قال وزير الخارجية الأمريكية ريك تيلرسون إن بلاده أبلغت موسكو بضرورة حضور وفد النظام السوري إلى مفاوضات جنيف 8 التي استؤنفت بالأمس وتستمر حتى منتصف الشهر الجاري. ويلتقي وفد المعارضة السورية اليوم الموفد الأممي ستيفان دي مستورة في جلسة تقنية للبحث في سلتي الانتخابات والدستور. وتؤكد المعارضة أن وفدها مستمر بالمشاركة في مفاوضات جنيف 8 التي انسحب منها وفد النظام احتجاجا على بيان مؤتمر الرياض 2 والذي اشترط رحيل بشار الأسد في بداية أي مرحلة انتقالية. رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي على تصريحات وزير الخارجية الأمريكية ريك تيلرسون الذي اتهم إيران بالأمس بزعزعة الاستقرار في اليمن وسوريا ولبنان. وقال قاسمي إن اتهامات تيلرسون كاذبة ولا أساس لها من الصحة، معتبرا أنها نتيجة للغضب الأمريكي من مكافحة إيران الإرهاب على حد تعبيره. وزعم المتحدث بأن إيران هي واحدة من ضحايا سياسات التدخل والانقلاب والغطرسة الأمريكية. وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر في أول زيارة له منذ توليه منصبه في أيار الماضي، حيث يتوقع أن يجدد التأكيد على العلاقة الخاصة بين البلدين. وسيلتقي ماكرون الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في مقر إقامته غربي العاصمة. أحبطت الشرطة والاستخبارات البريطانية مؤامرة لاغتيال رئيسة الحكومة تريزا ماي كانت تتضمن إلقاء قنبلة يدوية على مقر إقامة ماي ومن ثم طعنها بالسكاكين وقتلها. وقد اعتقل رجلان يشتبه بتورطهما بهذا المخطط الإرهابي خلال عمليات دهم في لندن وبرمنغهام الأسبوع الماضي، ووجهت لهما اتهامات تتعلق بالإرهاب على أن يمثلا اليوم أمام المحكمة. حلقت قاذفات أمريكية فوق شبه الجزيرة الكورية في إطار المناورات الجوية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وجاءت هذه التدريبات التي بدأت يوم الاثنين وتستمر حتى الجمعة بعدما اختبرت كوريا الشمالية ما وصفته بأنه أكثر صواريخها البالستية العابرة للقارات تطورا، وقالت إنه قادر على الوصول إلى الولايات المتحدة. هذا حذرت بيونغ يانغ من أن التدريبات الأمريكية الكورية من شأنها دفع شبه الجزيرة الكورية إلى حافة حرب نووية. أجلت السلطات الأمريكية 38 ألف شخص في ولاية كاليفورنيا بسبب حرائق في الغابات التي أدت إلى إصابة 3 رجال إطفاء ودمرت 150 مبنى. وساهمت الرياح العاتية في تمدد الحرائق بسرعة هائلة، مما دفع بحاكم كاليفورنيا إلى إعلان حالة طوارئ، في وقت بثت وكالات الأنباء لقطات مخيفة لألسنة اللهب التي حولت مئات المنازل إلى رماد. توفي نجم الروك الفرنسي جون هاليداي عن عمر يناهز 74 بعدما خسر معركته ضد مرض السرطان. بعد مسيرة فنية امتدت لأكثر من 50 عاما انطفأ نجم مغني الروك اند رول الفرنسي جوني هاليداي. هاليداي الذي جمع بين الغناء والتلحين والتمثيل وذاعت شهرته في فرنسا والعالم أجمع، كان بدأ مسيرته الفنية رسميا في العام 60 حين أصدر أولى أسطواناته الموسيقية والتي تضمنت أغنية تمي فولما ولاسليفي. بعد 3 أشهر عرف طعما آخر للنجاح والشهرة مع أغنية سوفينير سوفينير. جوني هاليداي الملقب بإلفيس بريسلي الفرنسي باع 500 مليون نسخة من ألبوماته وحصل على عشرات الجوائز الفنية العالمية القيمة، كما كان الفنان الأول الذي تقلد وسام فارس فيلق الشرف من الرئيس السابق جاك شيراك في العام 97. تزوج الفنانة سيلفي فارتان وأنجب منها ابنهما ديفيد قبل أن ينفصلا في العام 80، وبعد 16 سنة تزوج عارضة الأزياء ليتيسيا التي كان يكبرها ب 32 عاما وتشارك معها في الفيلم السينمائي أحبيني في العام 2000 رغم ابتعاده لفترة عن الأضواء.
أما عودته القوية إلى الساحة الفنية فكانت مع ألبوم ألافي ألامور. في العام 2017 تم تشخيص إصابته بداء السرطان، ولكنه واصل نشاطه الفني وكان يستعد لإطلاق مجموعته الغنائية الجديدة ولجولة فنية طويلة، إلا أن أيقونة الروك الفرنسي كما وصفه الرئيس إيمانويل ماكرون خسر معركته مع السرطان وتوفي عن 74 عاما. في الاتصال بعد الفاصل، النزاع متواصل بين أقدم الشركات المصنعة للهواتف. ونصل إلى الصفحة الاقتصادية مع باسل خطيب. أهلا بكم. التغييرات الضريبية التي حدثت في أمريكا كانت جماعات الضغط في قطاع الأعمال تسعى لها منذ سنوات. ماذا في التفاصيل؟ موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية بسيطة منذ أيام على تعديلات ضريبية قربت الجمهوريين والرئيس دونالد ترامب خطوة لهدفهم المتمثل في خفض الضرائب على قطاع المال والأغنياء، فيما انصب تأثير التغييرات على المواطن الأمريكي العادي. وفي أكبر تغيير يطبق على قوانين الضرائب الأمريكية منذ الثمانينات، يريد الجمهوريون إضافة تريليون و400 مليار دولار على مدى 10 سنوات للدين القومي الذي يبلغ 20 تريليون لتمويل تطبيق تعديلات يقولون إنها ستعزز الاقتصاد الذي يشهد نموا بالفعل. وفي تصريحات له أشاد ترامب بمجلس الشيوخ لتمرير إصلاحا ضريبيا ضخما، وقال إن الناس سيكونون سعداء جدا، مشيرا إلى أنه فور توصل كل من مجلس الشيوخ والنواب إلى نسخته التوافقية بشأن القانون قد يخفض مشروع القانون الناتج عن هذه الضريبة على الشركات من 35% إلى 20%. فقد يخفض مشروع القانون الضريبة على الشركات من 35% إلى 20%. وتشهد أسواق الأسهم الأمريكية ارتفاعا منذ أشهر على أمل أن تؤدي التعديلات التي تريد واشنطن تطبيقها إلى تخفيضات ضريبية كبيرة للشركات. وتوقع الزعماء الجمهوريون أثناء احتفالهم بتمرير المشروع أن تشجع التخفيضات الضريبية الشركات الأمريكية على ضخ المزيد من الاستثمارات ودفع النمو الاقتصادي. واعتبر أحد زعماء الجمهوريين في مجلس الشيوخ أن هناك فرصة الآن لجعل أمريكا أكثر قدرة على المنافسة وللحفاظ على فرص العمل من الانتقال للخارج ولتخفيف العبء كثيرا عن كاهل الطبقة المتوسطة. وجاء إقرار مشروع القانون بتأييد 51 صوت مقابل 49 معارض. وشكى الديمقراطيون من صياغة تعديلات طرأت على مشروع القانون في اللحظات الأخيرة لكسب تأييد جمهوريين كانوا متشككين فيه وقالوا إنه عرضة للتلاعب في المستقبل. في حين قال آخرون إن الجمهوريين تمكنوا من إجراء تعديلات على مشروع قانون سيء لجعله أسوأ في جنح الظلام، وبعجلة كبيرة تم إدخال سلسلة تغييرات في اللحظات الأخيرة من شأنها أن تضخ المزيد من المال في جيوب الأغنياء والشركات الكبرى. ويريد ترامب أن يحدث هذا قبل نهاية العام بما يمكنه هو والجمهوريين من تسجيل أول إنجاز تشريعي كبير عام 2017 رغم هيمنتهم على البيت الأبيض ومجلسي الشيوخ والنواب منذ توليه الرئاسة في كانون الثاني. ووفقا لمشروع القانون ستخفض الضرائب على الشركات إلى 20% بدلا من 35%، فيما ستعفى أرباح الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، وهي تغييرات تسعى لها جماعات الضغط في قطاع الأعمال منذ سنوات. النزاع القضائي متواصل بين أقدم الشركات المصنعة للهواتف الذكية نوكيا وبلاك بيري. الدعوة رفعتها نوكيا، وبلاك بيري تقول إنها تسعى بكل قوة من أجل إنصافها بشكل قانوني في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا. ألزمت محكمة التحكيم الدولية شركة بلاك بيري الكندية بدفع 137 مليون دولار لصالح شركة نوكيا الفنلندية، وذلك في إطار نزاع قضائي بين أقدم الشركات المصنعة للهواتف الذكية. ويعود هذا القرار بعدما رفعت شركة نوكيا دعوى قضائية بحق بلاك بيري، تدعي فيها بأن الشركة الكندية لم تلتزم بدفع بعض مستحقات عليها والتي تعود لمصلحة الشركة الفنلندية، مع الإشارة إلى أن الدعوى القضائية المقامة ضد بلاك بيري لم تتضمن أي حقوق براءات اختراع أو ما شبهها. من جهة أخرى، لا تزال شركة بلاك بيري تدعي بأن شركة نوكيا مستمرة في استخدام بعض الحقوق الملكية والفكرية دون إذن مسبق،
حيث قامت برفع شكوى بهذا الأمر بشكل رسمي في كل من الولايات المتحدة وألمانيا. وتعليقا على القرار، أعربت بلاكبيري عن شعورها بخيبة أمل كون محكمة التحكيم الدولية لم توافق على الأدلة والبراهين التي قدمتها، مشيرة إلى تقبلها القرار برحابة الصدر. وبحسب بلاكبيري فإن هذا القرار لن يغير الواقع، ولا سيما أن الشركة مستمرة في قضيتها حول الحقوق الملكية والفكرية التي تقوم باستغلالها نوكيا والعمل بها دون إذن مسبق، مؤكدة أنها تسعى بكل قوة من أجل إنصافها بشكل قانوني في الولايات المتحدة وألمانيا. هذا كل شيء في أخبار الاقتصاد والتكنولوجيا، إلى اللقاء. في الرياضة بعد الفاصل، بايرن ميونخ يرد اعتباره أمام باريس سان جيرمان ضمن تشامبيونز ليج. ونصل إلى الصفحة الرياضية مع صبح إبلاوي. مساء الخير مشاهدينا، رح نبلش أخبارنا اليوم بأخبار جيدة جدا لكرة القدم العربية وتحديدا الكويت، حيث أعلن السويسري جياني إنفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا رفع الإيقاف عن الاتحاد الكويتي للعبة. وكان إنفنتينو وصل إلى الكويت صباح اليوم، حيث كان باستقباله عدد من المسؤولين يتقدمون مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي وخالد ناصر الرضوان وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة. وكان مجلس الأمة الكويتي قد أقر بجلسته الخاصة نهار الأحد الماضي التعديلات النظامية بالقوانين الرياضية لتتلائم مع القوانين الدولية. وأعلن الفيفا بتشرين الأول عام 2015 تعليق عضوية الاتحاد الكويتي بسبب تعارض قوانينه المحلية مع القوانين الدولية. أيضا بالأخبار بكرة القدم الآسيوية، سحبت اليوم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور قرعة كأس الاتحاد الآسيوي بكرة القدم بمقر الاتحاد بحضور أمين عام الاتحاد وممثلين عن الأندية المشاركة. وضمت لبنانيا المجموعة الثالثة الأنصار اللبناني حامل كاس لبنان وظفار العماني والوحد السوري، وأما الفيصلي أول وحدات من الأردن، وأما العهد فقد وقع بالمجموعة الثانية إلى جانب المنامة البحريني الجيش السوري الزوراء العراقي، في حين ضمت المجموعة الأولى القوة الجوية العراقي والمالكية البحريني والجزيرة الأردني والفائز من مباراة القدس الفلسطيني والسويق العماني. وتبدأ المباريات ب 12 شباط 2018. محليا ودوليا، احرز اللبناني عمر عبد الله بطولة العالم بالكيك بوكسينج باسلوب سيمي كونتاكت بعد فوزه على بطلي مصر وايران. ببطولة العالم المقامة بمنسك ببيلاروسيا، البطل اللبناني عمر عبد الله ويلي عم يمثل لبنان بالبطولات الدولية حافظ على سجله خالي من الهزائم طوال 4 سنوات، وهو رقم تاريخي وجديد لبنانيا. وبيطلع عمر للمزيد من الانتصارات بالمستقبل، خاصة انه عنده دعم كبير من اهله ومدربه يلي اوصلوا الى هالمركز العالمي. منتابع ولكن منروح على اوروبا، حيث حقق مانشستر يونايتد الانجليزي فوز حاسم ومهم على حساب ضيفه ساسكا موسكو الروسي بنتيجة 2-1 على ملعب الاولد ترافورد بالجولة السادسة والاخيرة للمجموعة الاولى ببطولة الشامبيونز ليج. الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد الى 15 نقطة بصدارة ترتيب المجموعة ليتأهل الى الدور ثمن النهائي بالبطولة مع بازل السويسري اللي احتل المركز الثاني برصيد 12 نقطة بعد ما فاز على بنفيكا البرتغالي. وتحول ساسكا موسكو للدوري الاوروبي بعد محل ثالث برصيد 9 نقاط، واخر المجموعة كان بنفيكا البرتغالي برصيد ولا نقطة. نجح نادي برشلونه الاسباني بالفوز على سبورتنج لشبونه بنتيجه 2-0 بالمباراه اللي جمعت بيناتهم على ملعب كامب نو، وعزز برشلونه صدارته للمجموعه برصيد 14 نقطه ليكون على راس المجموعه مع جوفنتوس يلي حصد 11 نقطه، فيما تاهل سبورتنج لشبونه للمشاركه ببطوله الدوري الاوروبي بحصوله على 7 نقاط بالمركز الثالث. وخرج فريق اولمبياكوس من البطوله بعد ما احتل المركز الرابع بنقطه واحده. وقرر المدرب أرنستو فيلفاردي المدير الفني للبلوغرانا إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين للفريق على رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، سيرجيو بوسكاتس، تير شتيغن الحارس الألماني، باولينيو، جوردي ألبا، فيما دفع بالثلاثي الهجومي لويس سواريز، أليكس فيدال وباكو أليكسير.
وايضا اوروبيا رد بايرن ميونخ اعتباره بتحقيق فوز معنوي على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجه 3-1 بالمباراه اللي جمعتهم على ملعب اليانز ارينا بميونخ بختام دور المجموعات بدوري ابطال اوروبا. وتساوى الفريقين بالنقاط برصيد 15 نقطه لانه فوز باريس سان جيرمان بالذهاب 3-0 ضمن له احتلال صداره المجموعه الثانيه. وبالمباراه الثانيه فاز اندرلخت البلجيكي على ضيفه سلتيك الاسكتلندي 1-0. هذا كل شيء بالرياضه لهلا مشاهدينا، شكرا لكم والى اللقاء. وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. يوم غضب شعبي في الاراضي الفلسطينيه وتحذيرات عربيه ودوليه من خطوره نقل السفاره الامريكيه الى القدس. انا بكل هالقصه ما همني سعد الحريري، بكل هالقصه همني لبنان ومصلحه اللبنانيين. الحريري يؤكد انه سيتابع شخصيا تنفيذ النائب النفس الذي تحقق فعلا لا قولا فقط. ارتياح رسمي محلي وخارجي لبيان الحكومة ولعودة الرئيس الحريري عن الاستقالة. وكان في الاقتصاد التعديلات الضريبية في أمريكا مسعى قديم لجماعات الأعمال. وكان في الرياضة الفيفا يعلن رفع الإيقاف عن الكويت. ختام نشرتي من الميدان، شكرا لكم وإلى اللقاء. انتوا يلي بتعلموا العالم الوفاء.